في غزة لا يخبو ولا يضيع في المدى صوت سلاح المقاومة التي أثخنت في جيش الاحتلال الذي يريد تهجير أهالي غزة وإنهاء أي فعل مقاوم فيها. هنا في حي الزيتون يظهر بشكل واضح مدى استبسال أهالي الأرض في مواجهة غاصب لم يتوانى عن ارتكاب المجزرة تلو الأخرى، فلم يجد أهالي الأرض بدًا من الدفاع عنها بكل الوسائل ليوقع قتلى وجرحى بالآلاف في صفوف العدو. ويشير خبراء عسكريون إلى أن المرحلة الثالثة من الحرب التي أعلن عنها مجلس حرب الاحتلال تنضوي على عقبات متعددة وخسائر كبيرة متوقعة، لا سيما مع فشله بفصل شمال القطاع عن جنوبه. ولأول مرة منذ أكثر من أسبوع عادت الاشتباكات العنيفة لمناطق شمالي قطاع غزة خصوصا في جباليا بعد أن تقلصت عمليات الجيش في هذه المناطق إثر انسحاب قواته من مساحات واسعة منها. الله أكبر. ويضيف الخبراء أن الاحتلال مع فشله بالقضاء على مقاتلي حماس والمقاومة فشل أيضا بتدمير شبكة أنفاق شمالي القطاع وتحرير أسراه، كما اضطر لسحب معظم القوات التي زج بها منذ بداية الحرب البرية. داخليا فشل رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالحفاظ على وحدة مجلس حربه، ويكشف مقربون منه عن خطة وضعها لاستمراره في حال استقالة غانتس تشمل استبداله بليبرمان في وزارة الدفاع، بينما لا يوافق الجيش على الأرض على قرار استمرار الحرب والتي استنزفته بشكل غير مسبوق. نحن بشطح، نحن رؤيين تدوارين ممكور ريشون، وما شو مدبرين كان بولپنين، وما شو مدبرين بدرج المديني، فشوط لو متكتب يم المציوت، ويم نحن ممشيخين كما نحن ممشيخين كرجا، نحن بمسلول يتبدوت، اني مكبا شو مين يوسف كان، ومين يوسف بالبيت وتصفه، مبيين شان نحن بملحمه كيوم. هذه الحرب الوجوديه لكلا الطرفين صاحب الارض والمغتصب لا تبدو متكافئه في ظل الدعم غير المسبوق الذي بذلته أمريكا بدعمها إسرائيل، لكن لحظة إشعال الضوء الأحمر يبدو أنها اقتربت مع مخاوف واشنطن من تصاعد الضغط الدولي المترافق مع التحرك لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في محكمة العدل الدولية.